صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. كما تعلمون فإن المملكة مقبلة اليوم على التأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ستشمل مناطق يعني واسعة ومختلفة من المملكة. يعني هذه الخريطة توضح تقريبا المناطق المتأثرة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. كنت قد قمت يوم أمس بشرح التسلسل الزمني لهذه الحالة الجوية وتوقعات الأمطار، يمكنكم الرجوع إلى ذلك أو تلك النشرة الجوية الرئيسية ليوم أمس الخميس. لكن بشكل عام المتوقع تدريجيا أن يزداد تطور هطول الأمطار في مناطق السواحل الجنوبية الغربية من تبوك في الوجه وأملج، ومن ثم تنتقل إلى منطقة ينبع وتتركز هناك، وتكون سواحل المدينة المنورة عرضة لأمطار غزيرة، تنتقل لاحقا مع ساعات ليلة الجمعة على السبت باتجاه تقريبا مناطق أكثر جنوبا، تقترب من رابغ وتقترب من جدة صباح يوم السبت، ولكن تتراجع في قوتها. كما أن غدا تشمل لاحقا الأمطار مناطق من حائل وأيضا مناطق من شمال المملكة بمشيئة الله تعالى، كمناطق قريبة من الجوف ورفحة. بالنسبة للأحوال الجوية اليوم في العاصمة الرياض، فالأجواء تكون عموما يعني مشمسة، لكن هناك بعض الأتربة والرمال المتوقعة أن تشهدها هذه المناطق. درجة الحرارة العظمى 29 ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية، والأجواء بوجه عام تكون مائلة للحارة، وتشهد أحيانا العاصمة بعض من موجات الغبار ناتجة عن نشاط في سرعة الرياح السطحية في بعض المناطق. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من الجوف، مسكاكة تكون من 27 إلى 15، في العرب من 22 إلى 15، وفي تبوك من 24 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في المدينة المنورة من 31 إلى 21، مع فرص لهطول بعض الزخات من الأمطار في المدينة، لكنها تكون أغزر على السواحل. في جدة من 36 إلى 24، يعني هناك بعض السحب القريبة كما نلاحظ الآن من جدة، لكن بشكل عام الفرصة الأساسية للأمطار هي غدا صباحا. مكة المكرمة من 35 إلى 22، وفي الطائف من 25 إلى 15 درجة مئوية. مناطق جنوب غرب المملكة تكون في أبها من 22 إلى 11، في الباحة من 23 إلى 16، وفي جازا من 31 إلى 27 درجة مئوية، مع أجواء تقريبا مستقرة في جنوب غرب المملكة وفي شرق المملكة كذلك الأمر. في الإحساء من 29 إلى 17، وفي الدمام من 29 إلى 20، بعض الأتربة المثارة في حفر الرباط من 31 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض من 28 إلى 16، مع بعض الأتربة المثارة. في القصيم من 30 إلى 18، هناك نشاط في سرعة الرياح متوقع. يعني الرياض والقصيم، أو تحديدا القصيم، هناك في بريدة فرصة للغبار أكثر، في الرياض أقل. اليوم الرياض ما بين 28 إلى 29، تكون في القصيم 30 إلى 18 درجة مئوية. كذلك أمر في حائل، هناك أتربة مثارة وغبار متوقع من 28 درجة حرارة العظمى والصغرى 16، ولكن متوقع بمشيئة الله تعالى لاحقا في حائل أن تشهد زخات رعدية من الأمطار. عموما هذه الأحوال الجوية المتوقعة يعني نهار هذا اليوم، وهذه الزخات قد تكون غزيرة أحيانا وفي بعض المناطق، وبالتالي هناك بعض التوصيات الهامة بشأن هذه الأحوال الجوية المتوقعة أن تسود بعض مناطق المملكة. ضرورة الانتباه بالدرجة الأولى من عدم التواجد في المناطق المنخفضة والأودية والشعاب. هذه طبيعة هذه الأمطار أن تكون غزيرة في بعض من هذه المناطق، تجري على أثرها الأودية والشعاب، وبالتالي هناك يعني مخاطرة من عبورها أو التواجد بها. كذلك أمر هو الانتباه من خطر جريان السيول القوية أحيانا في بعض المناطق. أما الأمر الأخير هو الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الذي قد ينتج أحيانا نتيجة نشاط في سرعة الرياح السطحية. أحيانا قد تسبق بعض هذه الأمطار الرعدية بنشاط للرياح وإثارة للغبار. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.